اللواء جمال الخشن نائب رئيس مجلس إدارة شركة إيفر جرو للأسمدة المتخصصة. احنا بنقول دايما ان معرض صحارى ده من الأحداث الهامة جدا في قطاع الزراعة، بيعرض فيه السنة دي أكتر من 250 شركة من 36 دولة على مستوى العالم. بنلاقي فيه الجديد في كافة ما يهم المزارع المصري، من أسمدة، من بذور، من معدات، من مبيدات، كل ده موجود. بتتعقد فيه ندوات من الفعاليات اللي بتتم داخل المعرض، بيستفيد منها المزارع. شركة إيفر جرو شركة رائدة في صناعة الأسمدة المتخصصة في مصر والشرق الأوسط. بيصل إنتاجنا من كافة أنواع الأسمدة النهاردة لحوالي 1,000,000 طن في السنة، أهمهم منتج سلفات البوتاسيوم، وإحنا بنعتبر من كبار المنتجين على مستوى العالم في هذه الصناعة. منتجنا دخل أكثر من 70 دولة، منتظر يزيد السنة الجاية ل 100 دولة، نستهدف تصديرنا ل 100 دولة. احنا بنصدر تقريبا 60% من انتاجنا و40% بتدخل السوق المحلي. ال 40% دول بيغطوا 60-70% من احتياجات السوق المصري. الجديد ان هو دخل قطاع الاسماك، اعلاف الاسماك والادويه وطرق اداره منظومه الاسماك، وطبعا ده بيتواكب مع النهضه اللي مصر بتعملها في المزارع السمكيه والمستهدف منها زياده انتاج الاسماك في مصر، ودي حاجه كويسه برضه. هيبقى ليها المهتمين بالمجال هيجدوا فرص تسويقية كويسة، مجال كويس للأعلاف ومنافسة الشركات في تقديم أعلاف جيدة للأسماك. تنظيم هايل، ولو أني شفت زحام على البوابات الصبح، ولو أنها ظاهرة كويسة معناها أن الناس مهتمة بالحدث.